كان بيستخدمها المحاربين والمجاهدين، وفي منها مثلا دي بيقول لك بتاعت مين كمان يعني. المهم ان الالغام هي بالمنبه بالساعه بالشغل، كان شغل على عرميه بيضة زي ما بنقول، بعض المناظير اليدويه والميدانيه. طبعا ده احنا لو صورناه من غير ما نقول هو مين انتوا هتعرفوه. حبيب الملايين هنا ده. ده الكرسي اللي كان بيقعد عليه الشيخ دي باريس في القسطنطينه. ودي مجزره عملوها برضو في بيجايه المجرمين بتوع الحب والحريه والملوخيه. جماعه الاخوه الجزائريون محتفظون بكل حاجه، دي الاله اللي كتبوا بيها بيان اول نوفمبر، الاله الكاتبه لسه موجوده وحاطين البيان جواها. اه بيان اول نوفمبر، ودي المكنه اللي كتبوا بيها. بغض النظر عن الاسلحه، تعال اقول لك الادوات اللي كانوا بيستخدموها، الزمزميات، حاجات بيحطوا فيها الميه والشرب، طاحونه، الحاجات اللي كانوا بيطبخوا فيها وياكلوا فيها، دي كلها كانت متعلقات المجاهدين هنا في الجزائر ابان الثوره التحريريه. الحاجات اللي هتشوفها هنا الازياء بقى اللي كانوا لابسينها، كانوا لابسين كده، وده علم اصلي كان موجود معاهم، وبرضه بقيه الناس كانوا لابسين كده. الازياء العاديه التقليديه هنا في الجزائر، وازياء تخص الجيش، ودي العمليات الفدائيه ليله اول نوفمبر 54، وده علم اصلي كان معاهم. الغام اصليه صنعوها ومعرفش مش يستخدموها ليه. المهم ان الالغام هي بالمنبه بالساعه بالشغل، يعني كان شغل على عرميه بيضة زي ما بنقول. ده مصباح زيتي او لمبه جاز زي ما احنا بنقول في مصر، كانوا بيستخدموها، كان بيستخدمها المجاهدين، بعض المناظير اليدويه والميدانيه. مناظير وكاميرات تشبه الى حد ما الحاجات الحديثه اللي تستخدم حاليا. الناس اللي بتقول انه ما كانش فيه حرب ولا بتاع، عليه شويه اسلحه من الحاجات التجيله اللي كانوا بيستخدموها. الموضوع مش كان كله مسدسات وسكاكين وخلاص. ها ودي بعض الاسلحه 40 مللي، شغل زي شغل الصواريخ اليومين دول بس بتاع زمان يعني. الات كتبه ورغاوي وحاجات كان بيستخدمها المحاربين والمجاهدين، وفي منها مثلا دي بيقول لك بتاعت مين كمان، يعني مش اي كلام عشوائي وخلاص.